النقل بواسطة الناقلات: خصائص النقل بواسطة الناقلات هي: الخصوصية الفراغية للبروتينات الحاملة، يتعرف البروتين الحامل على أيزومر واحد فقط من مادة ما. التنافس على مواقع ربط الناقل: تتنافس المواد التي لها هياكل مماثلة على الارتباط بالبروتين الناقل. التشبع بالبروتينات الحاملة. يحدث النقل الأقصى عندما تشغل جميع مواقع ربط النقل لمادة معينة، وبسبب هذا لا يمكن أن ترتبط المادة بحاملها، وبالتالي لا تمر عبر الغشاء. النقل الميسر، ويطلق عليه الانتشار الميسر. هذا النوع لا يتطلب طاقة أيضية، ويحدث أسفل تدرج كهروكيميائي. يتوقف النقل عندما تصبح الجزيئات الحاملة مشبعة أو عندما يصبح تركيز المادة داخل الخلية مساويا للتركيز خارج الخلية النقل النشط هو نقل مادة ضد تدرجها الكهروكيميائي وتتطلب إماءة جزيء ATP لتفعيل هذه العملية هو نقل مادة عبر الغشاء الخلوي بالاقتران مباشرة بجزيء ATP المحلل بالماء مثل مضخة الصوديوم بوتاسيوم في الغشاء الخلوي التي تضخ أيونين اثنين من البوتاسيوم داخل الخلية وثلاثة أيونات صوديوم خارج الخلية لكل جزيء ATP مستهلك ومضخة الكالسيوم في خلايا العضلات التي تزيل الكالسيوم من الخلية إلى الفضاء خارج الخلية على حساب التحلل المائي للATP اثناء استرخاء العضلات